السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام محمد. هنوضح في الفيديو ده طريقة الحصول على أول أبديت لسوليدوركس لايف كونتنت، هو الأبديت فيرجن 2. الأبديت إحنا رفعناه على جوجل درايف، حضرتك هتقدر تحصل عليه من خلال 4 روابط، كل رابط بمساحة حوالي 500 ميجا بايت. بالشكل ده حضرتك هتعمل داونلود لـ4 ملفات المضغوطة اللي أنت هتلاقيهم على اللينكات الموجودة، اللي هم الـ4 لينكات دول، 4 أجزاء. وبعد ما تعمل داونلود الـ4 أجزاء دول، هتيجي على أول جزء تعمل كليك يمين وتقول له Extract SolidWorks Live DVD Version 2، فهتحصل على ملف بالشكل ده اللي هو الفولدر ده. حضرتك تفتح الفولدر هتلاقي جواه مجموعة من الفيديوهات اللي احنا جالنا فيها مشاكل بخصوص ان الفيديو ده مش شغال أو الصوت بتاعه مش كويس، فاحنا عملنا أبديت لكل الفيديوهات دي. حضرتك هتلاقيهم موجودين في الفولدر اللي انت هتفكه بالشكل ده كده. كل مطلوب من حضرتك انت هتاخد الفيديوهات دي كلها وعددهم 17 فيديو بالشكل ده، وتعمل لهم كوبي، وبعد كده تيجي في الفولدر الاساسي بتاع الكورس اللي هو اسمه SolidWorks Live Celebration Content، وفي الفولدر بتاع الفيديوز هتفتحه، تفتح الفولدر بتاع SolidWorks Celebration وتعمل لهم بيست هنا بالشكل ده كده. هاجي دول واعمل لهم كوبي، واجي في الفولدر الاساسي واعمل لهم بيست. بعد كده هيظهر لي رساله فاقول له ريبليس اوكي، هيبدا ان هو يستبدل الفيديوهات القديمه اللي هي كان فيها مشاكل بالفيديوهات الجديده اللي هي موجوده دي. وطبعا الفيديوهات الجديده ما فيهاش اي مشاكل. هنتظر لحد ما يعمل عمليه الكوبي، تمام كده. الحاجة التانية هتلاقي برضه في نفس الفولدر اللي انت حضرتك عملت له داونلود في فيرجن 2 فولدر تاني مضغوط، هتعمل له اكستراكت، هتحصل على ملف. الملف ده هو البرنامج او النسخة الجديدة من نسخة او برنامج تشغيل الفيديوهات، حلينا فيه برضه بعض المشاكل الموجودة. حضرتك برضه هتاخد الفايل ده وتعمل له كوبي، وتيجي في الفولدر الاساسي اللي هو اسمه SolidWorks Live Celebration Content وتعمل له بيست، وتعمل ريبليس بي هنا اللي هو ده اللي هو ملف تشغيل الفيديوهات. كده حضرتك عملت ابديت للنسخه اللي عندك لفيرجن 2. هتقدر بعد كده تفتح عادي من هنا طبعا بالسير بتاعك، وهتبدا تلاقي كل الفيديوهات اتضافت هنا، كل الفيديوهات اللي كان فيها مشاكل حلينا المشاكل بتاعتها، وكده حضرتك هتحصل على المحتوى من غير اي مشاكل. طبعا ده الابديت فيرجن 2، وان شاء الله قريب هننزل بالابديت فيرجن 3 اللي هنضيف فيه مجموعه كبيره من الفيديوهات الاضافيه.